يسعد اوقاتكم احبابي، ان شاء الله رب تكونوا بخير وبصحه جيده. انا اشتقت لكم كثير 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 كثير، بس بنفس الوقت عاتب عليكم كثير 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 كثير. الدعم كثير قليل، صدقوني كثير قليل. عم بزيدوا المتابعين والمشاهدات الحمد لله، بس بشكل كثير بطيء. بتمنى تدعموني، بتمنى بس تقدروا التعب اللي عم نتعبه حتى نسوي مقطع لو هيك صغير. بس طبعا انا بالنهايه رح استمر، وحتى لو كان شخص واحد فانا رح اتعب واتعب واتعب واقدم لك احسن ما عندي. عشان ما نحكي كثير، خلونا نبلش بالفقره الاولى وهي لو كنت مكاني. يا زلمه انا روحي في ده بلدي، عيوني في دولات بلدي، يعني كل شيء اللي حدا يقرب لي على بلدي اولاد بلدي. والله كفو يا ابطالي، والله والله عظيم. يا لك يا زلمه، يعني واحد ايش بيسوى بلا بلا بلده اولاد بلده، يعني الروح ترخص لهم والله. لك والله الله كفو تبعيني يا ابطالي. يا لك يا زلمه، والله هذا واجبنا واجبنا والله، ايش عملنا علي؟ طبعا واجبنا كله. يا لك يا الو، شلونك ابطالي؟ يا هلا بالغالي والله. خيو في جمعية خيرية عم تدعم اللاجئين السوريين بالمخيمات، فقلت لحالي احكي معك. ايه شو عليه؟ الله يوفقهم وياخذ بيدهم يا رب. امين امين يا رب. خيو نحن كلياتنا تبرعنا، ما ضل غير انت. اي تبرع؟ تبرع لاولاد بلدنا يلي بالمخيمات، بيطلع عليك 20 ليرة. لك يا زلمة شو عم تحكي انت؟ انت بتعرف حالتي، حالي صايرة يعني والشغل كثير خفيف، من امتى اجيب انا ال 20 ليرة؟ على اساس بتحب بلدك واهل بلدك وروحك بترخص لهم، هلا عن صار وقت تساعدهم، سحبت ايدك؟ ولك يا اخي مو قصة سحبت ايدي بس، فالله يرضى عليك، يعني انا بهال 20 ليرة بجيب طبخة للصغار احق، ما هيك؟ وانت الله يخليك لبقى تدخلني بهيك امور، تبرعات ما تبرعات، انا مالي علاقة بحدا، كل واحد بخلص شوكه بايدي. الك لو كنت مكانه للشاب صاحبه لهالشخص هذا شو بتقول له؟ وهلا مباشرة خلونا نشوف الفقرة الثانية وهي افضل خمسة. افضل خمسة لليوم هي عن مطربين، ممثلين، سياسيين، رياضيين، بس للاسف مثل الجنس. رقم واحد هو ريكي مارتن. ريكي مارتن طبعا مطرب معروف، مؤخرا اعترف بمثليته للجنس واعلن خطوبته عن الرسام السوري جوان يوسف. يعتبر النجم العالمي ريكي مارتن من أشهر المثليين جنسيا من بعد ما أعلن رسميا عن خطوبته من الرسام السويدي السوري الأصل جوان يوسف. رقم اثنين هي مقدمة البرامج والممثلة والمؤلفة ألين ديجنيرس، اللي اعترفت مؤخرا بزواجها من الممثلة بورشا دي روسي. من بين أشهر المثليات أيضا مقدمة البرامج والممثلة والكاتبة ألين ديجنيرس المتزوجة من الممثلة بورشيا دي روسي. وكمان في كتير مواقع نشرت أنه رئيس وزراء السابقة هيلاري كلينتون كمان هي مثلية الجنس. أما وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، فبالرغم من انتشار أخبار عن ميولها المثلية ما منع هالشي حزبها من ترشيحها للانتخابات الرئاسية. مؤخراً اعترف الممثل الشاب دانيال رادكليف بطل سلسلة أفلام هاري بوتر أنه كمان هو مثلي الجنس. دانيال رادكليف بطل أفلام هاري بوتر أثار صدمة معجبينه من بعد ما اعترف علناً بمثليته الجنسية. طبعاً وأكبر صدمة كانت هي بلاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو اللي انتشر مؤخراً أنه هو كمان مثلي الجنس. اللافت أنه محبي نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو شعروا بالغضب لما انتشرت أخبار عن أنه ثنائي الجنس، ممكن لأنه اهتزت صورة الذكر بنظره. حلقتنا خلصت احبابي، ان شاء الله رح تكون عجبتكم، وحتى ما نطول عليكم اشوفكم بخير، وان شاء الله بشوفكم بخير. باي باي.